أحسن الله إليكم. المرسلة نون عين تقول إلى فضيلة الشيخ حفظه الله: إن زوجي لا يؤدي الصلوات الخمس في المسجد، بل يؤديها في البيت، وقد يفوت وقتها ولم يؤديها، وكثير السفر إلى الخارج، ويمنعني من زيارة الأقارب والجيران، إلا في بعض الحالات يسمح لي بزيارة الأقارب، وأنا أقوم بنصحه لأداء الصلاة مع الجماعة، فما حكم بقائي معه وأنا في بعض المرات أقوم بزيارة الأقارب والجيران والذهاب إلى السوق لقضاء حاجات خفية دون علمه، لأنه يغضب ولا يسمح لي بذلك، بل لم يؤدي حقوقه الزوجية الواجبة عليه، فهو لا يجلس معي ولا يتحدث معي، وإذا قلت له شيئا عن بعض أمور المنزل أو الأولاد فإنه يغضب، فماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا، وأرجو أن تدعو له بالهداية. أما صلاته في البيت من غير عذر، تركه صلاة الجماعة، فهذا حرام عليه، وهو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن صلاة الجماعة واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وقال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة وتحريم تأخر عنها، وأن من تأخر عنها فإنه يجب على ولي الأمر أن يعاقبه حتى يؤدي الصلاة. فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، وأن يجيب النداء لأنه مسلم، ولا يتساهل في صلاة الجماعة. وأما خروجك من البيت فلا يجوز إلا بإذنه، له عليك حق الطاعة والبقاء في البيت، فلا يجوز لك الخروج من البيت إلا بإذنه، فإن أذن جاز لك، وإلا فلا يحل لك الخروج، فتبقين في البيت. نعم.